السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنستكمل تاني فيديو عن الجلايكوجين ميتابوليزم، هنتكلم على الجلايكوجينولوزيس. خلونا كده نراجع سريعا على الجلايكوجينيسيس اللي اتكلمنا عليها امبارح. قلنا اول حاجة ان احنا عايزين نكون الاكتف فورم اوف جلوكوز. جبناها ازاي؟ الجلوكوز عملنا له فوسفوريليشن بالجلوكوكاينيز في الليفر او الهيكسوكاينيز في المسلز وكوننا الجلوكوز 6 فوسفات. بعد كده حولنا الجلوكوز 6 فوسفات لجلوكوز 1 فوسفات بالميوتاز انزيم. بعد كده الجلوكوز 1 فوسفات لليو دي بي جلوكوز بانزيم الفوسفورايليز في وجود اليو تي بي، وخرجنا البايرو فوسفات. كده بقى عندنا الاكتف فورم اوف جلوكوز اللي هي اليو دي بي جلوكوز. طيب عايزين بقى قاعدة الاساس اللي هنبني عليها الجلايكوجين. بيبقى عندنا جلايكوجينين دوت انزيم او بروتين، هتيجي اليو دي بي جلوكوز علشان تمسك فيه، هتروح مخرجة اليو دي بي والجلوكوز هتمسك في الجلايكوجينين، بتمسك في التيروزين ريسيديو عبر الـ OH جروب. طيب وانس ان ده حصل بيحصل حاجة اسمها اوتو جلايكوزايليشن، وهيبدأ بقى كل جلوكوز يونت هتيجي تمسك في الجلوكوزة اللي موجودة دي. اليو دي بي جلوكوز هتيجي تمسك، هتخرج اليو دي بي وهتمسك الجلوكوز. الرابطة اللي ما بينهم الفا 1-2-4 جلوكوزيدك لينك، هيفضل دوت يحصل لحد ما يبقى عندنا سلسلة فيها 8 يونتس اوف جلوكوز. خلصنا التمانية، هيجي بقى الانزيم اللي اسمه جلايكوجين سينسيز، هو اللي هيبدأ يكمل تكوين السلسلة دي. هيجي اليو دي بي جلوكوز علشان تمسك في النون ريديوسينج انت في آخر جلوكوز في البرانش في السلسلة دي، تمام، ويخرج اليو دي بي ويمسك الجلوكوز برضو، ويمسك الجلوكوز بربطة الفا 1-2-4 جلوكوسيدك لينك، وهيفضل كده بقى لحد ما يكون 12 جلوكوز ريسيديو. طيب هيجي بقى الانزيم اللي اسمه برانشنج انزيم، وهيشيل بلوك كده فيه 6-8 جلوكوز ويروح يحطها على الكربونة رقم 6 في اي جلوكوزة موجودة. طيب الرابطة اللي ما بينهم انا قلت نقلها للكربونة رقم 6، يبقى الرابطة هتبقى الفا 1-2-6 جلوكوزيدك لينك. تمام، قبل ما ابدا في الجلايكوجينوليسيس عايزه الفت انتباهكم لمعلومتين كانوا موجودين في سؤالين نزلتهم امبارح. اول معلومه ان الجلايكوجين بيتخزن مالي في الليفر وفي المسلز، لكن مش بيتخزن في الاريثروسايت. تمام، تاني معلومه بقى، الجلايكوجين بيتخزن في الليفر بنسبه من 5-6% من وزنه الاساسي، تمام، لكن في المصل بيتخزن بنسبة 1-2% من وزنها الأساسي. فبديهي كده هنقول إن الجلايكوجين بيتخزن في الليفر أكتر. لا ده غلط. ليه بقى؟ شوفوا كده احنا عندنا كام مصل في الجسم، يعني ايه يعني الجلايكوجين هيتخزن في كل مصل بنسبة 1-2% من وزنها، تمام، يبقى كده هيبقى اكبر بكتير جدا من الليفر. يبقى الجلايكوجين بيتخزن بنسبه اكبر فين؟ في المسلز. في موضوع النهارده اللي هو الجلايكوجينوليسيس او الجلايكوجين بريك داون، زي ما تعودنا هنقول الديفينيشن، ده العمليه اللي بيها الجلايكوجين هيتكسر لجلوكوز. ليه؟ علشان يزودنا بالانرجي ونحافظ على البلاد جلوكوز ليفل اثناء الفاستنج. يبقى نقوله تاني، the process by which glycogen is broken down into glucose to provide energy and to maintain the blood glucose level during fasting. طيب الفاستنج دوت اللي هو ايه؟ اللي هو بعد ما بنوقف اكل بساعتين ثلاثة لحد بقى ما نبقى نرجع ناكل تاني. بتحصل فين العملية دي؟ بتحصل في السيتوبلازم of the liver and muscles. طيب خلونا بقى نشوف الستيبس. ده الجلايكوجين اهو زي ما احنا اتفقنا، دي الجلايكوجينين ماسك فيها الجلوكوز اهو، ده الستريت تشين ودي البرانشينج تشين. ايه اللي بيحصل بقى في الجلايكوجينوليسيس؟ بيجي انزيم اسمه جلايكوجين فوسفوريليز، بيعمل ايه؟ بيجي كده على اخر جلوكوزة ويروح مخرجها على انها جلوكوز 1 فوسفات.
طب ايه ده الفوسفيتا دي جت منين؟ اه ما هو الفوسفورايليز انزيم دوت بيبقى معاه ان اورجانيك فوسفات كاكو انزيم، يبقى دلوقتي هو شال الجلوكوزة من هنا وحولها لجلوكوز 1 فوسفات. طيب هيفضل يعمل كده مع دي وهيخرج دي وهيخرج دي، هل هيفضل شغال كده عمال على بطال؟ لا، لحد ما يوصل لاخر ان يبقى فيه 4 جلوكوز وهيروح واقف. يبقى امتى الجلايكوجين فوسفورايليز دوت شغله هيقف؟ لحد ما يوصل ل 4 جلوكوز بس في البرانش. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيجي انزيم تاني اسمه دي برانشنج انزيم، ده باي فانكشنال بيقوم بوظيفتين. الاول كده فاكرين ايه الانزيمز اللي احنا خدناها لحد دلوقتي كانت باي فانكشنال؟ خلينا نفتكرهم. الجليسرالدهايد 3 فوسفات دي هيدروجينيز، ده كان في الجلايكولوزيس. قلنا الايزوسيتريت دي هيدروجينيز في الكريبس سايكل. وقلنا ال 6 فوسفو جلوكو جلوكونات دي هيدروجينيز، ده كان في الهكسوز مونوفوسفات باث واي. طيب الديب برانشنج انزيم دوت اول جزء منه اللي هو الجلوكان ترانسفيريز بيجي يعمل ايه؟ بيجي ينقل الاوتر 3 يونتس اللي هو الثلاثه جلوكوز اللي بره دولت وينقلهم ويروح حاططهم لاقرب ستريت تشين ويحطهم هنا كده الثلاثه دول، تمام؟ يبقى كده دولت اتشالوا من هنا. عمل كده ليه؟ علشان يكشف الرابطه اللي ما بين دي وما بين دي اللي هي الفا 1 2 6 جلوكوزيديك لينك. تاني فانكشنال ليه بقى اللي هي الالفا 1 2 6 جلوكوسايديز، من اسمها جلوكوسايديز الفا 1 2 6، يعني هيكسر الرابطه اللي ما بين 6 و1، تمام؟ هيروح بقى شايل الايه، هيفصل الرابطه دي كده ويشيل الجلوكوزايه دي وهيخرجها على انها فري جلوكوز، تمام؟ هو بيعمل كده مع كل تشين. يبقى طب خلينا نشوف كده مع كل برانش، خلينا نشوف البرانش دوت هيجي هنا الجلايكوجين فوسفورايليز وهيبدا يخرج دي كجلوكوز 1 فوسفات ويخرج دي جلوكوز 1 فوسفات ويخرج دي جلوكوز 1 فوسفات لحد ما يوصل لاربعه. هيجي الدي برانشنج انزيم اول جزء منه اللي هو الجلوكان ترانسفيريز هينقل الاوتر 3 لاقرب ستريت تشين هنا ويحطهم، وبعد كده الالفا 1 2 6 جلوكوسايديز هيجي يفك الرابطه ما بين 6 و1 ديت ويخرجها على انها فري جلوكوز. طيب كده احنا وصلنا ان دي مثلا اتحولت على انها جلوكوز 1 فوسفات. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيجي الانزيم اللي اسمه ميوتيز، قلنا اللي هو بيحرك الفوسفاتيه دي على اي ذره كربون في الجلوكوز هيحولها لايه؟ هيحولها لجلوكوز 6 فوسفات. طيب بيجي الانزيم بعد كده اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز، فوسفاتيز يعني هيخلع الفوسفاتيه دي من المركب ده فهيحولها لفري جلوكوز، تمام؟ طيب الانزيم اللي هو الجلوكوز 6 فوسفاتيز اللي بيحول الجلوكوز 6 فوسفات للجلوكوز مش موجود بس الا في الليفر، يبقى اذا الناتج بتاع الجلايكوجينوليسيس في الليفر هو الفري جلوكوز ودي هتخرج للبلاد علشان تستعيد البلاد جلوكوز ليفل. انما في المسلز الانزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز ده مش موجود في المسلز، علشان كده الرياكشن ده بيقف لحد جلوكوز 6 فوسفاتيز في المسلز وهيروح داخل منه على طول على الجلايكوليسيس، تمام؟ وبعدين بقى يخرج لنا في الاخر بقى الاي تي بي والحاجات اللي كانت النواتج في الجلايكوليسيس دي، واضح؟ يبقى في الليفر الرياكشن هيوصل لحد ما يخرج الفري جلوكوز في البلاد، لكن في المسلز هيجي عند جلوكوز 6 فوسفات ويخش على طول يكمل في الجلايكوليسيس من غير اول رياكشن في الجلايكوليسيس، تمام؟ في سؤال مهم بقى ام سي كيو بيجي في الحته دي بيقول لنا عدد الاي تي بي اللي هتطلع لو احنا بدانا بتكسير الجلايكوجين ودخلنا في الجلايكوليسيس على طول. خلينا كده نفتكر في الجلايكوليسيس كنا بنحصل على ايه؟ كنا في اول خمس خطوات كنا بنفقد 2 اي تي بي وفي اخر خمس خطوات كنا بنكسب 4 اي تي بي، فالناتج من كله كده من فقدان 2 وكسبنا 4 يبقى احنا كنا بناخد 2 اي تي بي. كانت اول اي تي بي بنفقدها في ايه؟ ان الجلوكوز يتحول لجلوكوز 6 فوسفات، تمام؟ لكن هنا
عندنا من تكسير الجلايكوجين اصلا بنحصل على الجلوكوز 6 فوسفيت جاهز، ويبدا هو على طول يدخل في الجلايكولوسيس. يبقى احنا كده استغنينا عن الخطوه اللي هنفقد فيها واحده اي تي بي، يبقى كده احنا هنا هنفقد واحده اي تي بي بس وهنكسب 4، يبقى الناتج ايه؟ هيبقى 3 اي تي بي. يبقى السؤال لما يجي يقول لنا كم عدد الاي تي بي اللي هتنتج من تكسير الجلايكوجين ودخل في عمليه الجلايكوليسيس على طول، هم 3 اي تي بي مقارنه ب2 بس لو بدانا الجلايكوليسيس من الجلوكوز. ندخل بقى على الريجوليشن بتاع الرياكشن ده، والانزيم اللي انا بعمله ريجوليشن هنا هو الجلايكوجين فوسفورايليز. عندي نوعين من الريجوليشن، اول واحد هو الالوستيريك كنترول. لو انا عندي اي تي بي كتير وجلوكوز كتير، هل هروح اكسر الجلايكوجين علشان يديني اي تي بي وجلوكوز كمان؟ لا، يبقى اذا الاي تي بي والجلوكوز الكفايه عندي بيعملوا انهيبيشن للجلايكوجين فوسفورايليز وانهيبيشن للجلايكوجينولايسيس، لكن الاي ام بي هيعمل لهم ستيميوليشن. طيب تاني نوع هو الكوفالنت موديفيكيشن. لو انا لسه واكله حالا، الهرمون اللي بيخرج هو الانسولين. الانسولين ده كل همه ان هو يقلل الجلوكوز من الدم، فطبيعي ان هو اكيد مش هيعمل استيميوليشن لتكسير الجلايكوجين، فبالتالي بيعمل انهيبيشن للجلايكوجين فوسفورايليز وانهيبيشن للجلايكوجينولايسيس. طيب على العكس بقى، لو انا صايم بتطلع الهرمونات اللي هي الجلوكاجون والابنفرين اللي هي الانتي انسولين. الجلوكاجون دوت بيطلع في الليفر والابنفرين بيطلع في الليفر والمسل. هما همهم انا صايم دلوقتي وما عنديش جلوكوز ولا اي تي بي، فكل همهم ان هم يكسروا الجلايكوجين، فبالتالي هيعملوا ستيميوليشن للجلايكوجين فوسفورايليز وستيميوليشن للجلايكوجينولايسيس. تمام. في حاجة كمان اللي هي أثناء المصل إكسرسايز بيزيد إخراج الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولوم، وده بيعمل أكتيفيشن للجلايكوجين فوسفورايليز وبالتالي الجلايكوجينولايسيس. تمام كده، بتمنى إن الجلايكوجينولايسيس بقى واضح وسهل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.